تفاصيل اكتر هنعرفها من المهندس ياسر كمال صاحب مبادره تمصير فن الاوريجامي اللي معانا دلوقتي عبر زوم. اهلا وسهلا بيك يا باشمهندس، وصباح الخير عليك. صباح الخير يا باشمهندس. يمكن احنا في يعني التقرير عرفنا بشكل مبسط كده ايه هو فن الاوريجامي، لكن عاوزين نعرف من حضرتك ازاي قدرت اللي انت تمصر فن الاوريجامي تحديدا. الفكره اصلا التعامل مع مجسمات الورق، وفكره التعامل مع المجسمات طول الوقت، ازاي احنا بنتعامل مع ان بعد ما بنعمل المجسم بالورق، يعني اقصى حاجه كنا بنعملها المراكب الشرعيه او لا حاجه على واحنا بنعمل واحنا صغيرين كنا بنعمل، بس ما هوش اوريجامي يعني، بس كنا بنعمل ايه بالورق، بنعمل طياره، بنعمل مروحه، بنعمل يعني الحاجات. خلينا ما نحرقش كتير يعني من التفاصيل، والبشمهندس يعني ياسر يقول لنا تفصيل اكتر عن فن الاوريجامي تحديدا. يا باشمهندس صباح الخير. صباح الخير باشمهندس ياسر، رحلتك من الاتصالات لفن الاوريجامي ونشره ازاي؟ والله هو مبدئيا فن الاوريجامي من الفنون الراقية جدا، استهوتني من الصغر يعني. أنا بدأت رحلتي من سن مبكر قوي موضوع الورق عموما أو اهتمامي بالورق، فكنت غاوي قوي إن أنا أعمل الأشكال اللي هي البسيطة المتعارف عليها يعني، المركب والطائرات الشراعية والحاجات اللي زي كده، وبعدين بدأت أهتم بقى بالتفاصيل، أضيف التكتشرز يعني أو الملمس بقى والشكل واللون والحاجات زي كده. أنا مبدئيا احترفت الأوريجامي من 10 سنين بالظبط في 2013، ما شاء الله. وده كان أول معرض ليا، كان أتيليه القاهرة تبع قطاع الفنون التشكيلية، وكان يعني أحد الفنانين كان شاف شغل على الفيسبوك بقى والكلام ده، ورشحني إن أنا أعمل معرض للأوريجامي، يمكن احنا بنتابع والحمد لله يعني ربنا وفقني وبدأت الموضوع بشكل جدي، وشاركت تقريبا 50 عمل كبير، ولقى الحمد لله قبول، وامتد حتى المعرض ساعتها ل 30 يوم بدل 15، فكانت حاجة نقلة كويسة. يمكن يا باشمهندس احنا بنتابع دلوقتي على الشاشة مجموعة من الصور لأعمال حضرتك أو الخطوات التنفيذية لأعمال حضرتك. عاوزين حضرتك بقى تكلمنا كمان على فكرة مبادرة حضرتك لنشر فن مجسمات الورق الأوريجامي في مصر، وكمان الطابع إلى يعني اللي حابب حضرتك يعني اللي هو ينتشر من خلال هذه المبادرة. والله انا هقول لحضرتك، انا مبدئيا الفن ده يعني حقه مهضوم جدا في مصر، يعني مش واخد حقه. احنا الفن ده منتشر بشكل كبير قوي ومفخم يعني في الدول الاسيويه وتحديدا اليابان والصين. طبعا واخد الشكل بتاعهم والتراث بتاعهم بقى، يعني هو مهتمين قوي بحته الثقافه اليابانيه والصينيه القديمه، الساموراي بقى والدراجونز والحاجات اللي زي كده. فانا نظرا لان انا برضو عايز انقل الموضوع ياخد شكل التراث المصري شويه، فحبيت ان انا امصر الموضوع وينتشر، يعني مش بس يبقى حد واحد او اثنين او عشرة ان هم يبقوا مهتمين، انا محتاج ان انا الاطفال بتوعنا، نظرا ان الطفل المصري موهوب، فانا محتاج الطفل لسه المصري منا كانت برضه بتقول احنا عندنا الثقافه دي بالفطره، تحديدا لما كنا بنعمل المراكب الورق والمسدسات الورق والحاجات دي، فالبدايه موجوده او الستارت موجود يعني. تمام، هي دي الفكره، الفكره ان احنا اوريدي كنا مهتمين باللعب الورق، وهي خامه بسيطه قوي ومتواجده وسعرها رخيص، ليه ما ننميش ده ونعمله؟ وعلى فكره بيحصل العلاقه عاطفيه بيني وما بين الحاجه اللي انا بعملها، يعني صحيح. اكيد اللعبه اللي انا بشتريها جاهزه، البلاستيك اللي بتتكسر اللي غير الحاجه اللي انا عملتها بايدي، لان في الاخر بيبقى في بينشا بينا علاقه كده، وبهتم بيها كطفل وبحافظ عليها والاخر، وببقى فرحان بيها يعني. اي طفل النهارده بيعمل عمل فني بيجري على باباه بيوريها له ويشوف اهتم بيها وهكذا. بس حضرتك ضفت لها بعد مختلف يا باشمهندس، اضفت لها بعد تكنولوجي كده، عملت من كام سنه يمكن مسجد، وحطيت عملت فيه بريموت كنترول، وعملت بريموت كنترول كان في بينور الاضاءه وتحكم في الابواب والاذان بتاذن، بتحاول تخليها اكثر جذبا. ومش كده وبس، برضو يعني انا لازم ادخل الجزء التخصصي بقى، يعني كوميونيكيشن لازم برضو ندخل احنا كمهندسين برضو نضيف شويه عليها. هي الفكرة مش بس ان اهتم بالفن كفن، ان هو يبقى مفيد، يعني هي القصة مش قصة شكل جميل، هي القضية انها يبقى شكل جميل
وليه بقى ما يبقاش اباجوره بتنور، وليه ما يبقاش فاز بيحط فيها الورد، وليه ما بقاش حاجه خاصه تكنولوجيا زي مثلا موضوع المكاتب بتاع المسجد ياذن في الوقت الاذان وهكذا. يعني برضه نديها بعد مفيد مش بس حاجه شكلها. اهتمامي بموضوع بس الاوريجامي ان انا اعلمه للاطفال النهارده، الطفل المصري من صغره مبدع، يعني هو في عندنا اطفال كتير جدا بيبقوا موهوبين باشمهندس بيهتموا بالرسم وبالنحت وخلافه. صحيح الخامه بتاعه النحت او الادوات بتاعه الرسم ممكن تبقى مكلفه، لكن انا ممكن صحيح استخدم الورق على فكره، ريسايكل إعادة الجرايد تدويره. والمجلات والكلام ده، انا ممكن استخدم الورق بتاعهم واطلع اعمال فنيه مبهره يعني. نعم، بس فهي الأعمال الفكره الفنية كلها المبهرة ان دي يا الطفل باشمهندس اللي النهارده احنا لو شايفينها اهتم كلها، بموضوع الاوريجامي نعم هيستفيد حضرتك سامعني كتير. يا باشمهندس؟ اتفضل يا فندم. الأعمال الفنية المبهرة والعظمة اللي احنا يمكن شايفينها على الشاشة دي تحديدا، أعتقد بتحتاج التحلي بروح الصبر، وبتعلم الصبر كمان، يعني دقة التفاصيل اللي دي بتصنع دي. من طبعا دي من افضل فوائد الاوريجامي. الاوريجامي ليه فوائد كتير جدا، اهمها الصبر. في نقطة مهمة جدا غايبة عن بالنسبة للفن ده، معظم الفنون بتستخدم، احنا عندنا طبعا الفص الايسر بتاع الايسر بتاع المخ هو المسؤول عن الكرياتيفيتي او الابداع، ومعظم الفنانين الفص الايمن بقى لانه مسؤول عن موضوع الحسابات والمنطق والكلام ده ما بيستخدموش. الاوريجامي فيه بيعمل البالانس ده، يعني بقدر استخدم كل طاقة العقل في الاوريجامي لان فيه جزء حسابات، انا لازم احسب السكيل واحسب مقاسات بتاعه العمل واحسب بعض زي الطاووس مثلا محتاج تركيب ورق زي المكعبات، فبالتالي بقعد احسب له اعداد علشان يطلع بشكل المنظور بتاعه يبقى مظبوط او مقاساته تبقى مظبوطه، ففي جزء هندسي، أكيد. فبالتالي انا بستخدم يبقى هنا طاقه العقل عندما كلها. تلتقي الهواية مع الدراسة ومع اللي حضرتك بتعمله بالفعل. كل الشكر ليك المهندس ياسر كمال صاحب مبادرة تنصير فن الأوريجامي، شكرا جزيلا ليك.